اولا كل عام وجميع الامهات الوطن العربي بالف خير، وبحب احكي لامي كل عام وانت بالف خير والله يخلي لي اياكي. وطبعا انه انا بعتبر امي مش بس في يوم عيد الام، هي امي بجميع الايام وهي قدوتي في الحياه دائما وابدا. وجميع الامهات الفلسطينيات والعربيات والعالميات بالف خير. نأمل أن يأتي العيد القادم للأم أو يوم الأم ونحن في حال أفضل من هذا وقد انزاح الاحتلال، لأن الأمهات أكثر فئة تعاني من ظلم الاحتلال واضطهاده، سواء سجنهن أو سجن أبنائهن أو استشهاد أبنائهن أو أزواجهن. ماما هي أغلى إشي بالدنيا كلها، مستحيل أي بني آدم بالدنيا كلها يعود عن مكانها. الله يخلي ليها طبعا ويحمي لي إياها. و صح إنه عيد كل عام وهي بخير، وأكيد يعني مش بس عيد الأم هو المفروض نحن عيدها فيه، بس أكيد يوم مميز وإشي حلو نجيب لها هدية ونعمل هاي الأشياء اللي هي تبسطها، بس كل يوم هو عيد أم لأنه هي بتعمل أشياء ما حد بيعملها بالدنيا كلها عشاننا. بالنهاية بتحرم وبتعمل أي إشي بس عشان أولادها، وبحياتي ما شفت ام زيها. الله يخلي لي اياها. انت بالف خير والله يخلي لنا اياكي. ماما حبيبه عمري.